بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في موقع توقف وان بلوك سبوت كوم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على البرامج اللي كتخدم مع كتشعل البي سي كتخدم هي اوتوماتيك حتى ما كتشوفهاش. هاد البرامج هادي خصنا نديرو منها اتونسيون وخصنا نعرفوها كامله ونتحكمو فيها باش حنا نتحكمو في البرامج اللي بغيناهم يخدمو مع الويندوز واللي ما يخدموش. لان كاين شي برامج مثلا MSN بارتال مثلا كيكونوا بروغرامين كتانستاليهم كيكونوا كيديماريو مع الويندوز. يعني حنا خصنا نتحكموا، لان ملي كيكونوا بزاف ديال البرامج تيخدموا مع الشعلة ديال الويندوز الشعلة كتكون ثقيلة شي شوية، شحال ما نقصي منهم شحال ما كان الإقلاع سريع. حنا غادي نشوفوا في الحصة كيفاش نتحكموا في البرامج اللي يخدموا مع الويندوز. اول حاجة نديرو ديماري اكزيكوتي، نكتبو هنا ms config. اوكي طلع لينا هاد لافونيت، غادي تنختارو ديماراج. اذا هادو هما البروغرام اللي تيخدمو مع الويندوز الشعلة. يعني شحال ما بقيت انا نقص منهم راه مزيان، وضروري خصني نكون متاكد من البرنامج لانه كاينين شي برامج وهادي ليست ديالهم اللي ما خصنيش نديكوشيهم، خصهم يبقاو مع الاقلاع لانهم كيخدموا مع السيستم. المهم نتحكموا حنا دابا هنا اللي ما بغيناش يخدم مع الويندوز كنديكوشيو بهذا الشكل هذا. كيقدروا يكونوا بعض البرامج ديال التجسس او ديال القرصنه انستالي عندك في البيسي وانت ما عارفهمش وكيديماريو مع الويندوز، ويمكن لك من هنا تحبسهم. هذه خاصيه مزيانه كتساعد على السيكوريتي ديال البيسي. من بعد ما كنختار البرامج اللي ما بغيتهمش يديماريو مع البيسي كندير ابليكي، كندير اوكي وكنرو ديماري البيسي باش يتطبق داكشي اللي درت. يمكن لكم تزورونا في موقع 3prof.blogspot.com او على الصفحة في فيسبوك www.facebook.com/3prof. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.